لأنك حبيبتي وحلمي اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينساه، ودايما يفكرني بيك الغياب، ودايما يفكرني بيك الغياب. كل ما بقدر يوم انساك برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشانك، رد يا بغل طلع عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكرني بيك الغياب، لانك حبيبي وحلم اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكر بيك الغياب. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور وعمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور عمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور عمري يفوت، تعبنا بقدر يوم انساك، برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشان، راضي يا ابو قلبي انه معاك. سبتها تسافر عادي يعني، مين انا وهي مش فارقه. مقتنع؟ هي كانت عايزه كده وانا قلت اريح. انت اللي عايز كده، عايز تثبت لنفسك انك تقدر تعيش من غيرها. جايز، بس اطمن بقى يا سيدي، انا مش هسيبك لوحدك.
ازاي؟ هنتغدى سوا النهارده. دليفري برضو؟ هنتغدى في النادي، بس اكل ايه؟ انا اللي عامله لك بايدي. انت بتعرفي تطبخي؟ هسيبك انت بقى اللي ترد على السؤال ده، بس لما تدوق الاكل. الحمد لله على السلامة يا جميل. اللي يسمع كده يفتكر اني جاي من اجازة، ده هو نص يوم. طب وانت مستقلية بنص يوم؟ طب اهي وفاء اهي، لا تعرفني ولا تعرفك. قولي لها بقى وفاء النص يوم ده عدى علينا ازاي؟ كان طويل ودمه تقيل قوي. شفتي؟ طبعا اذنك اروح اعوض الوقت اللي فات. طب يلا شدي حيلك. طول عمري احب اي حد موهوب في شغلته. انا عارفة كده كويس، عشان كده بقى عايزاك تديني فرصة اغير في ديكور المطعم واشتري مفارش جديدة. وفاء انت متأكدة ان انت خدمة اجتماعية مش فنون جميلة؟ والله كان نفسي ادخلها بس المجموع. ماشي خلاص، اعملي انت بس تصميم للمنيو ووريهوني، وانزلي هاتي عينات للمفارش قبل ما نشتريه. طب ايه رأيك بقى كمان نغير في الاطباق والشوك والمعالق؟ جرايه وفاء، ما بقالكيش يومين في الشغل، عايزه تعملي لنا انقلاب في المطعم. يا محمود فيها محمود، ما تسيبها يا محمود، ده انا نفسي اعمل انقلاب بس عايز حد يشجعني. طيب طالما كده بقى نغير الكراسي كمان. شفت؟ ادي انت طمعتها فينا سعادتك. طب بس واحده واحده وفاء، احنا بس نبتدي الاول بالمفارش والمنيوهات وبعد كده اعمل لك اللي انت عايزاه كله. حاضر، هصبر وامري الى الله. يلا يلا على مكتب الكاشير، شوفي شغلك وسيبك بقى من الاكسسوارات والديكورات والحاجات دي. يلا حضرتك ما تقلقش خالص، كلها اسبوع وابقى كاشيره ما حصلتش، بس طبعا بعد التجديدات اللي هتحصل هنغير السيستم ونزود الاسعار. ايه وفاء انت كمان هتتدخلي في الاداره؟ يلا على شغلك. حاضر. هو ده الجيل الجديد يا محمود اللي حسسك بالتغيير ويحببك في الدنيا، مش انت كرهتني في الدنيا؟ فاكر زمان لما ابويا دبح قدام المحل في اسكندريه وقعدت تلغوص ايدك بالدم وتحط على الازاز وتعمل كده؟ ما هو ده اللي مشى المحل يا باشا، اعمل ساعتك القهوه. طب يلا. تخيل الاسبوع عدى بسرعه كده ازاي. بس انا عارفه ليه. لو ما كانش عندي شغل كتير والله كنت قعدت اكتر. ما هو برضو كان هيجي وقت وتمشي. مش هتيجي معانا يا ليلى؟ حبيبتي هبقى حاصلكوا على مصر. امتى؟ سيبها للظروف. لو ما جيتيش احنا هنجيلك. يا ريت يا حبيبتي. انا خدت رقمك وهبقى اكلمك كل يوم. وانا هكلمك كل ساعه يا حبيبتي. اشوفوش بالخير. ابقى طمني عليكوا لما توصلوا. مع السلامة. مع السلامة. مالك، في حاجة ولا ايه؟ آدم بقاله يومين ما بيردش عليا. انت مش قلتي لي انه بقى كويس معاكي؟ اهو رجع اتعوج تاني، زي ما يكون قصد يجنني. طيب اكيد شوية هرجع اكلمك يعني. شريف. نعم. انت رايح فين؟ رايح لماما اجيب بقيت هدومي اللي ما خدتهاش المرة اللي فاتت. هو انت كلمت آدم قريب؟ انا قابلته. نعم قابلته. امتى وقابلته ليه اصلا؟ من كام يوم طلب يقابلني عشان يسالني على علاقتي بإيمان. طب انت قلت له ايه؟ ولا حاجه، اتكلمت معاه بصراحه، قلت له ان انا معجب بيها وان انا مش بتعامل معاها لانها واحده وصعبانه عليا وكده. وازاي كل ده يحصل وانت ما تقوليش؟ ما جاتش فرصه. في ايه؟ طب قلت له ايه تاني؟ اطمني، ما قلتليش حاجه تاني ولا هقدر اقول له حاجه تاني، ويا ريت من هنا ورايح. علاقتك بادم ملهاش دعوه بعلاقتي بإيمان. وفكك بقى. Thank you.
الو. ايوه انكل. ايه يا ادم؟ ما بتردش على نوها ليه؟ انت مش عايز ترد عليها ولا مش عارف لو رديت عليها تقول لها ايه؟ من ساعة ما كبرت وانت بتقول لي خلينا اصحاب. ما عنديش ابن غيرك وما عنديش صاحب غيرك برضه. عايزك تنسى انك ابويا تنصحني كصاحب. انا بحب جميلة ومش قادر انساها. تهيألك يا ادم. يعني ايه بيتهيألي؟ كل الحكاية ان عندك مشاعر مكبوتة ناحية جميلة بقالها 18 سنة. بعد شوية مش هتلاقي أي حاجة تديها لها. أنتوا ما ينفعش تتجوزوا حتى لو ما كنتش متجوز نهى. أنتوا مش لبعض، مفيش تكافؤ. مش ذنبها إنها فقيرة. الحكاية مش حكاية فقر وغنى. كل برغوت على قد دمه يا أخي. ما سألتش نفسك إزاي سبيتك تحبها وهي عارفة إنك متجوز؟ لا ما هو هي لسه ما تعرفش. يبقى انت بتضحك عليهم هما الاثنين بقى، بتضحك على نهى وبتضحك على جميله. اهو رجعت تتكلم تاني كأب اهو. الحكايه مش حكايه اب وام يا ادم. اي واحد عاقل هيقول لك كده، ابعد عن جميله والا هتخسر كل حاجه. ده صنف حلو جديد من اختراعي، عايز اخد رايكم فيه. ده انت قاعده في المطبخ بقى تمخمخي واحنا مش واخدين بالنا. لا مش قوي، انا بس بجرب. دوق يا عم. كويس تحفه. لا بجد حلو قوي، واضح ان انت شاطره في الحلو زي ما انت شاطره في الحادق. ده هيبقى اول صنف في المنيو الجديد اللي انا هعمل الديزاين بتاعه. مش الاول نعرف مكوناته؟ هو فيه بسكوت وكريمه ومربى توت، بس سر الخلطه عندي انا. طب هتسميه ايه؟ اه صحيح، ده احنا لازم نسمي له اسم حلو زي هسميه شجره التوت. ماشي. ايه رايك في اكلي؟ أنا بقالي كتير ما أكلتش أكل بالحلاوة دي. عارف أصل يا سيدي عزة كانت قالت لي إن هي ما عندهاش وقت مامتها تعلمها الأكل. بس بجد برافو عليكي إنك اتعلمتي كل ده قبل الجواز. أنا اكتشفت إن كان لازم أبقى طباخة شاطرة عشان ألاقي عريس كويس. يا ريت كل البنات بيفكروا زيك. صعب قوي تلاقي حد زيي. إيه؟ خايف حد يشوفنا مع بعض؟ ما تنسيش ان عزه برضه عضوه في نفس النادي اللي احنا فيه دلوقتي. اطمن. انا صاحبتها الوحيده. في النادي هنا عرفتكوا على بعض. ما كنتش اعرف ان عزه هتخطفك بالسرعه دي. تخطفني من مين؟ من الدنيا كلها. ومني أنا كمان. ما تبحلقليش قوي كده. أنت عارف كويس قوي إن أنا وأنت كنا أصحاب قد إيه؟ كنا أصحاب وبس يا نادي. هو إحنا لحقنا نبقى حاجة تانية؟ وانت عايز تفهمني انك ما كنتش واخد بالك؟ لو كان في فرصه كان في حاجات كتيره اتغيرت. فرصه فين بقى؟ ده انت خطبت عزه بعد ما شفتها بشهرين. بس انت عمرك ما حسستيني انها خطفتني منك. انت على طول كنت فرحانه بالخطوبه. انت حتى كنت فرحانه بجوازنا. ما كنتش اقدر ابان غير كده.
خصوصا وانا شايفاكم انتوا الاثنين سمنا على عصر. لكن دلوقتي انا اتاكدت ان هي عمرها ما هتحبك زي ما انت ما بتحبها ولا حتى الربع اللي انت تستحقه. استحقه منها؟ من اي ست ممكن تكون شايفاك بعناية وقرياك بدميلي وحساك بقلبي؟ جيتي بدري يعني. انت بعت شقة اسكندرية؟ اه. وما قلتليش يعني انك هتبيعها. انت ناسي انها شقتي. وشقتي انا كمان، وكان المفروض تقولي انك هتبيعها. لحق المحامي بتاعك يفتنلك عليا. انت عملت كده ليه اصلا؟ عليا شيك ب50,000 جنيه وكان لازم ادفعهم، ومش معقولة همدلك ايدي واقولك اديني، زي ال10,000 جنيه اللي فاتوا، فاكراهم طبعا. انت ايه يا اخي؟ انت ما بتعملش حاجه في الدنيا دي غير انك تكتب شيكات على نفسك وبس. بتوع ايه ال50,000 دول؟ ديون قديمه. وما قلتليش ليه قبل ما تتجوزني انك عليك ديون قديمه وكتير قوي كده؟ والله ليه؟ ما كنتيش هتتجوزيني؟ في ديون تانية عليك اكتر من ال50,000 جنيه دول؟ بتسالي ليه؟ ما انا لازم اعرف، مش جايز تتجنن في عقلك وتبيع حاجه تانية من ورايا؟ قصدك اني حرامي مش كده؟ خايفة على حاجتك ومش خايفة عليا انا. انت اللي مش خايف عليا ولا عامل لي اي اعتبار. انا مش عارفة انت اتجوزتني ليه اصلا. يغدش علشان اسدد ديون سيادتك؟ لم لسانك يا دكتورة. انا من بكرة الصبح هرغي التوكيل اللي معاك. اخاف لحسن تبيعني حاجة تانية. ده انا خايفة انام واصحى عليك بعت الهدوم اللي عليا. اخلصي. اه يا كلبي يا واطي. وكمان بتمد ايدك عليا. ده انا مد ايدي واقطع لك لسانك اللي بتشتميني بيه ده. انا مش هقعد معاك ثانية واحدة. اتفضل اطلع بره، اطلع بره. بتطرديني؟ عرفتي بقى مين فينا اللي واطي؟ انا اللي غلطان اني سمعت كلامك واتجوزتك بعد ما قعدت سنين طويله تعفي ورايا وتلزقيني في كل حته اروحها. اه يا واطي يا كلب اطلع بره. اوعي ايدك. اطلع بره بره. يا ماما ماما افتحي الباب. اطلع بره. اطلع بره. انت شريف. شريف هنا. شريف يا حبيبي. شريف يا ابني. ابني ابني ابني. كان يوم حلو قوي النهارده. اه الوقت عدى بسرعه ما حسيناش بيه. لسه فاكر بيتي ولا فكرت؟ اه طبعا فاكر بيتي. بس مش غريب ان مامتك ما اتكلمتش لغايه دلوقتي تطمن عليكي؟ ماما في البلد وانا قاعده لوحدي. بس انا بخاف اطلع السلم لوحدي على فكره. ممكن تطلعني؟ انت شكلك هتتعبيني معاكي. طب لما نوصل ونشوف اللي هيحصل. ايه ده؟ هاتي مفتاح. ناني هاتي مفتاح. وعدني الاول انك هتطلعني السلم. طب هاتي مفتاح ونفكر في الموضوع واحنا ماشيين. يلا. هعتبره وعد على فكره. وطي صوتك حد يسمعنا. اوكي هوطي صوتي بس بشرط
تمشي من هنا بكرة الصبح. لا كفاية اللي حصل واحنا طالعين، أنا همشي. استنى، مش هتاخد مفتاحك؟ وانا مستنيه الدكتور علشان اطمن عليه. جوزك عامل فيه ايه؟ يا بابي مش وقت الكلام ده دلوقتي. امال امتى وقته؟ شريف متصاب بالظبط بحقق مع جوزها، مستني ياخد اخوانها دلوقتي. انت جاي تطمن على ابنك ولا جاي تتخانق معايا؟ لو حصلت اي حاجه لشريف انا مش هفوتها لك، انت والبيه صالح متجوزاها. بالراحه بس، بالراحه بالراحه بالراحه، لفي كده على مهلك على مهلك. بالراحه، مساء الخير يا جماعه. مساء الخير. شريف فين؟ لسه بنت. يا دكتور طمني، ابني عامل ايه دلوقتي؟ والله احنا عملنا اللي علينا وان شاء الله هيكون احسن بعد اذنكم. يا رب. اتفضل. ما تقلقوش يا جماعه، ان شاء الله يقوم بالسلامة. يا رب. يا سلام، يا ريت كنت معانا في السفريه دي. طب الحمد لله انك راجع مبسوط. جدا، انا من زمان ما اتبسطتش زي اليومين دول. يبقى اللي اسمها ليلى دي بقى ربنا بعتها لكم من السماء. بعتها لزينه، هم اتصاحبوا على بعض وحبوا بعض من اول يوم. الحمد لله كويس. مسيري اعرفك بيها وانت كمان هتحبيها قوي قوي ان شاء الله. طيب نتكلم في الشغل شويه بقى. لا شغل ايه بقى، انا راجع من السفر ونايم على روحي. مدحت منصور اتكلم اكتر من مره، مستعجل على التشيك بتاعه وشكله عنده أزمة سيولة. ده اللي بيخوفني منه، دايما محسسني إنه شغال بفلوسي أنا مش بفلوسه هو. طب ما تحاول تمديله التشيك بتاعه بكرة. للدرجة دي صعبان عليكي؟ لا أصل أنت لو عرفت ظروفه هيصعب عليك أكتر منه. يا حلها حلها لما أروح المكتب. دلوقتي بقى انا اتاكدت ان هزة عمرها ما هتديك الحب اللي انت بتحبه له ولا حتى الربع اللي انت تستحقه. تستحقه منها؟ من اي ست ممكن تكون شايفاك بعناية وقرياك بدميلي وحساك بقلبي. الحمد لله بالسلامة. الله يسلمك. أحسن دلوقتي؟ أنا أحسن من ساعة ما عرفت إن أنتي جيتي تطمني عليا. ما أنت كمان كنت بتيجي تطمن عليا أيام المستشفى، وبعدين خلاص إحنا دمنا بقى واحد من ساعة ما اتبرعتلي بدمك. أنتي عارفة أكتر حاجة مفرحاني في اللي حصل ده كله إيه؟ إن أنا عرفت أنتي قد إيه بتحبيني. مش وقته الكلام ده يا شريف. لا وقته. هتفضلي تكبري لحد امتى؟ وبعدين الدكتور قال انك فقت خلاص من البنج وبطلت تخاريف. انت عارفه كويس انها مش تخاريف. حتى يا سيدي لو مش تخاريف خفي بس كده وقوم على رجلك وابقى كويس وبعدين نتكلم. كلمه واحده، كلمه واحده هتخففي بيها عني اللي انا شفته من امبارح للنهارده. يعني عشان يومين يا شريف اقول لك كلمه تفضل في رقبتنا طول العمر؟ في قلبنا يا أمي مش في رقبتنا. يعني لو ما كانش موضوع شريف ده حصل ما كنتش عرفت قبلك ولا إيه يعني؟ نوع مش هينفع نتكلم هنا. أوكي يا آدم
نتكلم في اي حته تانية. وهتسيب اخوك لوحده؟ ما تتحججش بشريف، بابي ومامي زمانهم جايين وهو مش محتاج لاي حاجه. بس انا بقى معايا امان ومش هينفع اسيبها لوحدها، لازم ارجعها البيت زي ما جبتها بالظبط. اوكي رجعها، وبعد ما ترجعها نتقابل. انا مش فاهم، يعني هو في حاجه مهمه قوي كده؟ اه في يا ادم، انت مخبي عليا ايه اليومين اللي فاتوا دول؟ مش مخبي حاجه. امال ليه ما كنتش بترجع تكلمني بعد ما طلبتك في التليفون 100 مره؟ كان عندي شويه مشاكل شغلاني. بس مشاكل ايه يا ادم؟ مشاكل تخصني. والله؟ طب على فكره يا ادم، انا وانت دلوقتي بقينا متجوزين، يعني مشاكلك هي مشاكلي واللي يخصك يخصني. مش في كل حاجه يا نهى، انا اذنك. انت رايح فين؟ رايح لأمين عشان اتاخرنا. عايزين نعوض العطله اللي تعطلناها المره اللي فاتت ان شاء الله. انت بتبصي على ايه؟ ما ببصش على حاجه. لا ركزي معايا كده وثبتي وجهه نظري عشان انا برسمها هي كمان. حاضر يا دينا. حاضر. انت على فكره موبايلك بيرن بقاله كتير قوي. بيرن؟ طب ما تردي، مش يمكن تبقى حاجه مهمه؟ بعدين بقى افندم عايز ايه؟ هو انا مش قلت لك ما تتصلش بيا تاني؟ ايه ده، مين اللي انت لسه قافله في وشه ده؟ تشغليش بالك، ده زي ما تقولي كده الباي فريند بتاعي. يا سلام، وبتزعقي له كده؟ اصل يا ستي مش عايز يساعدني عشان اسافر لبنان. مش معنى لبنان اعمل ايه؟ مع عمتي مش قاعده في حته ابعد من كده. يعني انت عايزه حته ابعد من كده كمان؟ انا اصلي اتخنقت من هنا قوي يا جميله، ولا حد فاهمني ولا انا فاهمه حد. وانت يعني ضامنه ان في لبنان هتلاقي حد يفهمك وحد تفهميه؟ ما اعرفش، انا قلت اجرب اروح اغير جو. والله لو الحياه عجبتني هناك قشطه، مفيش مانع يعني تبقى هجره كمان. هجره كمان؟ طب والكليه؟ يا سلام، يعني في لبنان مفيش فنون جميله؟ طب والبوي فريند اللي انت بتقولي عليه ده؟ والله بقى لو بيحبني يبقى حصلني على هناك، وبعدين هي اصلا مش هتقف من غير البوي فريند ده. واضح انك ما بتحبيهوش قوي. بالعكس، دي الحاجه الوحيده اللي حاسه ان انا بعملها بجد. طب انت مالك تعباه معاكي كده ليه؟ مش عارفه، جايز لما حاسس ان هو بيتعب عشاني اكتر احس انه بيحبني اكتر. يا بنتي بتبصي على ايه؟ ما ببصش على حاجه يا دينا والله. طب ركزي بقى. حاضر اهو. سلامتك يا حبيبي. الف سلامه يا روح ماما. وانا سلامك يا ماما. نهى قالت لي انك انت الظابط جالك وقعد معاك. اه فتح محضر وسالني ايه اللي حصل وقلت له كل حاجه. يا ماما ما كنتيش عايزين اتهم ولا ايه؟ يا ابني انا ما كنتش عايزه فضايح، وكان نفسي ان انت ما تجيش ساعتها. بدل ما تحمدي ربنا انه بعتني ليكي في الوقت المناسب، انا مش فاهم ازاي الامور توصل لكده وما تبلغنيش. ما حبيتش اشيلك همي. لا انت كسفتي مننا، مش قادره تعترفي انك فشلتي في الجوازه دي زي اللي فاتوا. وهنعيد نفس الكلام برضو من تاني، وطبعا هتقولي ان الذنب ذنبي انا، مش ذنب الجوازات اللي انا اتجوزتهم قبل كده. مش مهم ذنبي مين دلوقتي، المهم انك تلحقي تخلصي منه. ما انا قلت له يطلقني، قال لي بعينك. اعمل ايه بقى؟ يعني ايه؟ يعني عاوزني اني انا اخلعه علشان اتنازل له عن كل حاجه. عرفتي دلوقتي يا ماما؟ حرامي وانتهازي وخمرجي. وبعدين معاك يا شريف، حرام عليك بقى يا ابني، سيبني في اللي انا فيه، انا جايه اطمن عليك وانت عمال تبستف فيا من الصبح. طب لغيتي التوكيل؟ ايوه لغيته، وانا لسه جايه دلوقتي من الشهر العقار. يبقى خلاص تلمي حاجته وتبعتها له في اي مصيبه، وما تقابليهوش خالص لحد ما نرفع القضيه. مش هيسكت، اكيد هيجي لي البيت. ما تخافيش، انا هخرج من هنا واجي اقعد معاكي. بجد؟ ربنا يخليك يا شريف، ربنا يخليك ليا، ما يحرمنيش منك ابدا يا حبيبي.
عصام جاني في وقت غريب قوي، كنت فاكره ان خلاص مش هيبقى لي صحاب في الدنيا دي غير ادم. هو ادم صاحبك؟ ادم صاحبنا كلنا، بيحل مشاكلنا كلنا، بس الفرق من ادم وعصام انا عصام بتاعي انا لوحدي، المشكله كلها انه يتعلم ازاي يحبني بطريقتي. بس هي دي حلاوه الحب، ان كل واحد يحب التاني بطريقته، ساعتها هتبقوا دايما بتكملوا بعض وهتبقوا دايما محتاجين لبعض. ما جتش في بالي الحكايه دي قبل كده. عشان تلاقيكي دايما بتفكري انت عايزه ايه من عصام وعمرك ما فكرتي هو ممكن يكون عايز منك ايه، صح؟ ما اعرفش، بس انا خايفه احبه اكتر من كده يجي بابا يرفضه. ويرفضه ليه؟ علشان عصامي وطالع السلم من اوله، وبابا اكيد هيدور لي على عريس غني ما يكونش طمعان فيا، ده من وجهه نظره طبعا. أيوة. على بالك على بالك، معلش تأخرت عليكم. ولا يهمك. ازيك يا إيمان؟ ازيك يا جميلة، أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. ده آدم كان جاي سايق بسرعة طول الطريق، كان عايز يلحقك. بس أنا برضو لازم أمشي دلوقتي. لا تمشي إيه، ماما قالت لي إن هي عايزاكي قبل ما تمشي. تعالي معايا إيمان ندخلك. طيب عن إذنكم. اتفضلي. على مهلك على مهلك بالراحة. خلي بالك منها يا دينا. تقلقش. معلش يا جميلة، ما كنتش عارف اني اتأخر كده. كان عندك شغل؟ مشوار تبع الشغل يعني. ولا يعني هو كان مشوار مهم قوي عشان تتأخر عليا. معلش يا جميلة، مش هتأخر تاني. ايه يا اولاد مالكم واقفين كده ليه؟ جميله اعملي حسابك مش هتمشي قبل ما نتعشى كلنا مع بعض. لا مش هينفع النهارده، انا ما قلتلهمش اني هتاخر. هو ايه اللي مش هينفع؟ ما تقول حاجه يا ابني. سيبيها ماما براحتها، انا جاهز يا جميله اوصلك بالعربيه. هو ايه اللي انت جاهز ده؟ اوصلها يعني يا ماما طالما هي عايزه يعني. خلاص على راحتك، اتفضلي. اتفضلي. ماشية؟ ما انا مش هينفع اتاخر اكتر من كده. لا كويس، خلي الاسطى جمال يوصلها. لا معلش يا مدحت، خلي جمال يروح لعياله وادم هيوصلها لحد البيت. لا لا معلش، انا عايز اقعد مع ادم شويه. الاسطى جمال وصل انسه جميله لغايه البيت. باي باي. باي باي حبيبتي. باي 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 باي. لحد البيت يا اسطى جمال.
ساكت ليه؟ ما كنتش فاكر يا بابا انك هترجع بدري مخصوص عشان تمنعني اوصل جميله. وانا ما كنتش فاكر انك هتسيب نهى عشان تلحق جميله. لحقت نهى بلغتك؟ مش احسن ما تقول لابوها؟ المفروض يعني اخاف منه يعني ولا ايه؟ الراجل استأمنك على بنته وفضلك على ابن اخوه. انت عارف طبعا ان اخوه يبقى وزير. بقول لك ايه يا ادم؟ انا مش هقدر ادافع عنك اكتر من كده قدام نهى. وبعدين انا مش عايز اخسر ابوها. انا قلت كل اللي عندي يا ادم. ابعدي ادم عن جميله يا بيلا. وما تبعدوش انت ليه يا مدحت؟ حاولت وما قدرتش. اول مره احس اني ماليش كلام عليه. عارف ليه يا مدحت؟ لاني ادم المره دي بيحب بجد. بيحب من قلبه. هو ايه اللي يحب بجد ويحب من قلبه؟ انت ناسيه انه متجوز؟ لا مش ناسيه. وللاسف هو ده اللي تعبني. اتجوز الانسان اللي انت ضغطت عليه اني ارتبط بيها. انا اخترت له الانسان اللي مصلحته معاها. لا معلش، اللي مصلحتك انت مع ابوها. يا سلام، وايه بقى الفرق بين مصلحتي ومصلحه ابني؟ مصلحتي ومصلحه ابني حاجه واحده. مش هينفع يا مدحت، لاني ادم بيفكر بقلبه وانت بتفكر بس بعقلك. يعني ايه يا بيلا؟ عايزاه يطلق بنت اخو الوزير ويتجوز جميله؟